وتنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط هبة القدسي. أهلا بك أستاذة هبة. إذن معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير أشار إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة متقدمة ولا زالت قائمة، وحريصون على أن يكون أصدقاؤنا شركاء في هذا البرنامج، وهو يقصد هنا برنامج الرؤية 2030. كيف يعني تابعت تفاعل المهتمين في الجانب الاقتصادي وكذلك التجاري في الولايات المتحدة لبرامج المملكة الاقتصادية؟ الآن سمو الأمير محمد بن سلمان قضى عدة أيام في واشنطن، كان أغلبها قضايا ومناقشات سياسية حول الوضع، حول تهديدات إيران، حول الوضع في اليمن، أيضا فيما يتعلق بقضايا في سوريا وقضايا المنطقة والتعاون المشترك. منذ مساء اليوم وغدا والأيام القادمة ستبدأ الجزء الثاني من رحلة سمو الأمير إلى الولايات المتحدة بزيارة بوسطن ثم نيويورك ثم كاليفورنيا بعد ذلك، وهنا ستتركز المناقشات على الجانب الاقتصادي والتجاري، وهنا ستكون المناقشات هامة للغاية. يترقب المستثمرون ما سيقوله سمو الأمير حول رؤيته لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، حول الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب الأمريكي، أيضا نقاشاته في كاليفورنيا وفي سان فرانسيسكو مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية، شركة جوجل ومايكروسوفت وغيرها. ستكون هناك فرص كبيرة للشركات الأمريكية للدخول إلى السوق السعودي والدخول في استثمارات مشتركة مع الجانب أمريكي، استثمارات أمريكية سعودية. أيضا في نيويورك هناك ترقب للقاء يتم ما بين سمو الأمير داخل منظمة الأمم المتحدة مع الأمين العام للأمم المتحدة جوتيرس، وأيضا لقاءات مع بعض المسؤولين في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع في اليمن. لكن الأجندة الاقتصادية هي الأجندة التي يترقبها عدد كبير من المستثمرين الأمريكيين والمستثمرين الدوليين، وهناك أيضا ترقب في أسواق المال لهذه الزيارة لسمو الأمير في نيويورك. نعم، أيضا أستاذة هبة من خلال اطلاعك وتواصلك المباشر مع عدد من وسائل الإعلام وكذلك المسؤولين الأمريكيين، كيف تابعت أصداء زيارة سمو ولي العهد في محطتها الأولى في واشنطن، والتي كما أشرت شملت على الجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي؟ يجب أن نشير يجب أن نشير أن كان هناك اهتمام كبير من وسائل الإعلام الأمريكية من الصحف والتلفزيونات حول هذه الزيارة. ربما في الجانب الرقمي عدد المقالات التي نشرت والموضوعات الصحفية وكم يعني كما وكيفا في تغطية هذه الزيارة كانت أعلى بكثير من الزيارة التي قام بها سمو الأمير في مارس الماضي من العام الماضي. الكم والكيف الذي بدأ بحديث سمو الأمير لشبكة CBS وبرنامج 60 دقيقة كان لها أثر كبير، خصوصا فيما تطرق إليه فيما يتعلق بمكافحة الفساد وترسيخ الشفافية في المملكة، أيضا فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكين المرأة والقضايا السياسية الأخرى. اهتمام الصحف الأمريكية كان منصبا على علاقة سمو الأمير ورؤيته التي اعتبرت رؤية ثورية لتغيير وجه المملكة وتحديث الاقتصاد في المملكة، أيضا فيما يتعلق بالعلاقات التي كونها ورسخها سمو الأمير مع بعض الشخصيات العامة داخل إدارة ترامب، أيضا فيما يتعلق بالكيمياء المشتركة ما بين سمو الأمير وما بين الرئيس ترامب ومايك بنس وكافة المسؤولين الأمريكيين، أيضا فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية التي حظيت بحضور كبير من الجمهور الأمريكي ومن
وسائل الإعلام ومن الشخصيات الفاعلة داخل الدوائر السياسية الأمريكية، ورأينا بالأمس الحفلة التي أقيمت على شرف سمو الأمير وشارك فيها عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين. فهناك بالفعل اهتمام كبير، هناك اهتمام بما يقوم به من إصلاحات، اهتمام بهذا التوثيق للعلاقات والتقارب في الرؤى ما بين الجانب السعودي وما بين إدارة الرئيس ترامب، خاصة فيما يتعلق بقضايا إقليمية هامة وتعاون تجاري واقتصادي. شكرا لك إذن من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط الأستاذة هبة القدسية.